السلام عليكم، اسمي براء عبيد، مشارك ضمن معرض مزيج 3 بالإضافة أنه منظم. المعرض هو الموسم الثالث بعد موسمين سبقوا تحت تنظيم مكتبة كشكول. المعرض هاي المرة احتوى على 12 رسام ورسامة ووصل عدد لوحات ل 120 لوحة. عم نستكمل الفكرة اللي بلشناها بالموسم الأول اللي هي أنه نحن نساعد الرسامين لحتى يعرضوا لوحاتهم على الواقع ويوصلوا لجمهور أكبر، بالإضافة اللي هي الاستفادة المالية عن طريق بيع اللوحات أو ممكن عن طريق أنه يتأمن لون عمل بمجالهم عن طريق الحضور اللي عم تحضر المعرض. أنا نوزين قصاب، فنانة من المنظمين والمشاركين بالمعرض. شاركت اليوم بحدود ال 18 لوحة بالمعرض، تنوعت بين الفن التجريدي والواقعي والتشكيلي. أغلب الشيء الانطباع عن لوحاتي هو الألوان الطاغية عليا، بستخدم الألوان الفاقعة، بحب الألوان لأنه بترمز للتفاؤل للحياة. فبشكل عام ما عندي ألوان كئيبة، لوحاتي كلها داخل الفرح والألوان، مثل مثلا هون الألوان النارية بتطغي عليا. شكرا لكل اللي اجوا، شكرا لكل اللي دعمونا بهالمعرض، وان شاء الله بنلتقي بموسم جديد فيه.